انا طبعا كلاعبه بدات مشواري الرياضي في نادي سبورتنج الاسكندريه. انا لاعبه اسكندرانيه اساسا، كنت بلعب في نادي سبورتنج كره طايره، وبدات مشواري سنه 91 الحمد لله. في خلال سنه واحده انضميت لمنتخب مصر ناشئات ولعبت 18 سنه سبورتنج، ولعبت درجه اولى في نفس السنه في نادي سبورتنج. يعني ده بالنسبه لي في اسكندريه طبعا كانت خطوه كبيره جدا بالنسبه لي ان انا انضم لمنتخب ناشئات، ولعبت بطوله عالم في براتسلافا 91، وبعديها تم اختياري في المنتخب الاول في بطوله امم افريقيه في نيجيريا في لاجوس، وبعديها حققت اول بطوله جمهوريه في حياه نادي سبورتنج ل 18 سنه بيننا وبين الاهلي، وكانت دي البطوله الاقوى ان انا احقق بطوله جمهوريه نادي سبورتنج الحمد لله رب العالمين انا وزميلاتي. وبعديها كابتن رؤوف كان ماسك في فرقه نادي الاهلي هنا، وكان مدربي في المنتخب، مرني في المنتخب في الدرجه الاولى 93 95، وكلمني ان انا انتقل للاهلي سنه 98، وبالفعل انتقلت سنه 98 كاستعاره في البطولة العربية الأولى كانت بتتنظم في تونس، كانت أول بطولة عربية تنظمها تونس 98، وانتقلت كاستعارة والحمد لله رب العالمين. بعديها على طول انتقلت رسمي للنادي الأهلي، فمن 98 لحد 2006 بنادي الأهلي الحمد لله حققت كتير من البطولات الأفريقية والعربية وطبعا المحلية، أكتر من 30 دوري وكأس الحمد لله رب العالمين. يعني البطولات مع النادي الأهلي كلها غالية بأمانة، يعني اغلى بطوله بالنسبه لي كانت اول بطوله عربيه ان انا لعبت فيها 98، كنت طبعا بالنسبه لي البطوله دي لو اديت فيها كويس او كنت فيها حاجه كويسه كنت اكيد 100% هتنقل للاهلي، وده كان يعني املي الوحيد ان انا العب في نادي الاهلي. فالحمد لله رب العالمين البطوله دي كانت اقوى البطولات بالنسبه لي، واخدت فيها كمان احسن لقب افريقي، اخدت فيها احسن ضريبه عربيه في البطوله. البطولات الافريقيه طبعا كابطال دوري وابطال كاس حققنا العديد منها الحمد لله، وكانت بالنسبه لي غاليه جدا عشان كانت من فرق قويه جدا جدا زي كينيا والكاميرون وتونس والجزائر، حققنا بطولات قويه جدا الحمد لله رب العالمين. بالنسبه للمدربه انا اول بطوله اول تدريب ليا مسكت منتخب القاهره 14 سنه، وكانت سنه 2018 2019. قبليها كنت ماسكه تدريب في الاكاديميه بتاعه الكره الطايره بتاعه نادي الاهلي، وبعديها كابتن تهاني توسن كانت في اول بطوله تتنظم بطوله منتخب المناطق، طبعا منطقه القاهره منطقه الجيزه منطقه، بقى لها اكتر من 20 سنه ما اتنظمتش من ايام كابتن ناصف سليم الله يرحمه رئيس الاتحاد. ساعتها كابتن احمد زكريا رئيس لجنه المدربين وكابتن تهاني توسن كانت عضو لجنه المدربين، فاختاروني ان انا امثل منتخب القاهره، انا امسك منتخب القاهره، وده كان اول تدريب ليا ان انا امسك 6 ملعب ومنتخب، وكانت بطوله قويه جدا بالنسبه لي، والحمد لله ربنا وفقني وحققت النتيجه وكسبت منتخب القاهره. بعديها جيت نادي الاهلي اتخذت على طول مسكت فرقه 12 سنه وكانت بطوله رسميه، والحمد لله حققت البطوله فيها برضو. وبعديها الحمد لله رب العالمين 2019 مسكت بطوله 18 سنه جمهوريه لحد وقتنا هذا، وحقق نتائج الحمد لله اول القاهره اول جمهوريه اول القاهره اول جمهوريه. الاختلاف القوي بين النادي الاهلي ونادي اي نادي في الدنيا ان النادي الاهلي مفيش حاجه عنده اسمها تاني، احنا ما عندناش حاجه اسمها تاني، احنا بالنسبه لنا الاول فقط لا غير، يعني يعتبر احنا يعني بقول لحضرتك انا في الاول خالص على قد ما انا زعلانه ان انا خسرت منطقه القاهره واخدت مركز تاني، بس يعني في حد ذاته عملنا انجاز ان احنا كسبنا الفريق اللي بيكسبنا بقاله اكتر من 4 سنين، وده انجاز في حد ذاته الحمد لله. فالاهلي طبعا لا يقارن باي فريق تماما، الاهلي التوب والله. الجمهور نادي الاهلي ده ما اقدرش اقول لك ان هو الرقم اللي يكون رقم واحد في الملعب قبل اللعيب. الجمهور ده بيدي للعيب قوة وبيدي طموح وبيدي أمل وبيدي إصرار إن هو يحقق النتيجة دي علشان خاطر جمهوره وعشان خاطر النادي. حققنا كلنا ألقاب عربية وأفريقية كتيرة جدا، كل واحدة فينا واخدة ألقاب شخصية كتيرة، أنا واحدة من أخدت 3 ألقاب أفريقية وعربية، كابتن تهاني توسن واخدة 18 مرة أحسن لعيبة في أفريقيا، يعني كابتن تهاني توسن تعتبر الكرة الطايرة في أفريقيا مش في مصر بس في أفريقيا، فكلنا كل الأساس ده من الأهلي، فإحنا بنقول شكرا للنادي الأهلي اللي خلانا نبقى إحنا في المنصب ده وفي الظهور ده الحمد لله رب العالمين.